السلام عليكم، انا جامع معلق طرنج. هنتكلم على الليست. طيب دلوقتي لو انا عندي ليست كده، تمام، اقول له دي بتساوي وابدا اديله قيم، اديله مثلا هبدا اديله اقول له مثلا خلي فيه نيم، ده متغير هنخليه المره دي مثلا باسم ايه، مثلا معاذ، وبعد كده كوما، واقول له الجوب مثلا هتساوي مثلا student، تمام. طيب بعد كده هقول له الكاونتري، يبقى احنا خزننا معلومات عنه ونقدر نبحث عنها او نقدر نسأل عنها في اي وقت. ايجيبت، اوكي، مش هحط حاجة هنا عشان ده خلاص ده اخر حاجة في الليست. طيب لما اقول له اطبع لي الليست ديت، اطبع طبع لي النيم معاذ جوب ستودنت كونتري ايجيبت. طيب خلينا نيجي هنا واقول له مثلا انا عايزك تطبع لي القيمه بتاعت النيم، تمام. طبع لي الاسم بس، يعني راح شاف النيم دي مقابلها ايه وراح كاتبها. يعني انا قلت له بقى اطبع لي بس بدل النيم دي مثلا خليها كاونتري، تمام. طيب خلينا ندور على معلومة تانية، وليكن مثلا ايه تاني ممكن نقول مثلا الهاي مثلا اتش اي اي جي اتش تي، معلومة مش موجودة، تمام، فما لقاش حاجة. طيب انا ممكن اقول له ادور اف لو المعلومة دي مش موجودة، اف اليست، وهنكتب هنا الهاي. لو الهاي دوت بنال بتساوي نال، اوكي، اليست هاي جي اي جي اتش تي، يعني هو لو ملقاش القيمة ديت هيعتبرها، نديله رقم مثلا، مثلا متر مثلا، اوكي. اقول له جرب، اقول له نل، راح هو حصل ايه، هو انا كتبت له لو القيمة بتاعت الطول بلا شيء مش موجودة هنا خلاص اكتبها 1 متر. طب لو موجودة خلينا نكتبها، خلينا نيجي هنا نقول له ان الهاي بتساوي اتنين متر مثلا، تمام. تعال نجرب هياخد ايه، هياخد ال2 متر. ايه اللي هيحصل؟ هيروح يشوف الهاي ديت ليها قيمة ولا ملهاش، ليها قيمة خلاص هياخد ال2 متر، لو ملقاش قيمة للهاي لها زيرو هياخد ال1 متر، تمام. طيب لو انا عايز اعرف عدد القيم اللي موجودة في الليست ديت هعمل ايه، هقول اطبع لي، خلينا نكتب مثلا سايز بين قوسين تبقى كلمة تبقى زي ما هي، وبعد كده هقول له زائد لين، لين دي دالة بتقول لي ان طولها قد ايه، اليست، تمام. طيب نشغل، قال لي ان فيها 4 قيم، 1 2 3 4، تمام.
طيب لو عايز احول الليست دي لسترنج لنص، اقول له str1 هتساوي، في عندي متغير اسمه ليست تو سترنج، تمام. احط فيه قيمة، احط فيه القايمة ليست، تمام. هيبدأ ياخد كل المعلومات اللي موجودة في الليست ديت ويحطها في قلب المتغير اللي اسمه سترنج. لما اقول له اطبع لي بقى السترنج دوت str1، هيبدأ يطبع القيمة ديت، تمام.